ولمناقشة ملف نفوذ الميليشيات الاقتصادي في العراق وأثارها على الاقتصاد وعلى المواطنين، ينضم إلينا عبر سكايب من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات السيد عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا سيدي، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. حياكم الله. المكاتب، ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، مستمرة وتستولي على أراض جديدة في نينوى، هذا ما صرح به نائب عن المحافظة. ما الدور الذي تلعبه هذه المكاتب بالنسبة للميليشيات رغم انخراط الأخيرة في هيكل القوات الأمنية الحكومية؟ المكاتب الاقتصادية اللي تابعة للميليشيات الولائية هي مو أقل من المكاتب الأمنية التابعة، يعني هي محور آخر يعني يعمل على تجويع وإذلال شباب محافظة الموصل، وهذا مقصود ومدروس ويعمل عليه الإطار الفارسي. طبعا من نقول الإطار الفارسي هو من 2003 إلى الآن هو يعني إطار واحد بأسماء متعددة. للأسف الشديد المحافظ السيد نجم الجبوري يستعرض مدينة الموصل على أنها مدينة آمنة يعني مع بعض الفضائيات، وللأسف الشديد هذه مراوغة وهي خداع للرأي العام والخداع للعراقيين على أن مدينة الموصل آمنة. مدينة الموصل اليوم تعيش حالة احتلال محتلة، لم تتحرر إلى الآن، محتلة من الحشد الولائي الإيراني، مرة محتلة أهلها بالدبابات والعسكر والطائرات والمسيرات، ومرة محتلة عن طريق المكاتب الاقتصادية. اللي شغل المكاتب الاقتصادية هو حتى شراء الذمم من المسؤولين، من المحافظين، من معاوني المحافظين، من البلدية. أي قطعة، أي مشروع ناجح، أي مكان ناجح يتم استثماره راح يسيطر عليه هاي المكاتب الاقتصادية، وهذا الموضوع يعرفه المحافظ ويعرفوه حتى المشايخ، مشايخ العشائر هناك يعرفون هاي القضية، لكن للأسف الشديد الجميع ساكت، والخطر كبير على محافظة نينوى. للأسف الشديد أهل نينوى اليوم يعيشون يعني الاحتلال أشد وأكبر من احتلال الدواعش على مدينة نينوى. نعم. وهذا الأمر صار معروف ومعمول عليه على قدم وساق منظم سيدي. نعم. طيب، هناك من يرى أن هذه المكاتب واحدة من أسباب فقر العراقيين. هل هذا ما دفع الأهالي إلى إجبار الأطفال كما قرأنا في الأخبار قبل قليل على إجبار أبنائهم على ترك مدارسهم والانخراط في سوق العمل من أجل يعني إعالتهم؟ يعني إذا كل مشروع هو داخل المحافظة يسيطر عليه الحشد الولائي ومكاتب الاقتصادية، كيف ابن الموصل يقدر يعمل يعني مكانات محترمة؟ أكيد هو راح يبقى محتاج لهذه المكاتب الاقتصادية، وهم يشغلون هاي الأطفال، وهم يشغلون هاي الناس الطبقة الفقيرة ويجبروهم على ترك مدارسهم. هو هذا تجهيل أهل الموصل وتجويع أهل الموصل، يعني هاي واحدة من مهام الحشد الولائي والمكاتب الاقتصادية. صدقني بدون مبالغة، مكاتب الاقتصادية واحدة من أفعالها وأعمالها هو تجويع وتجهيل المحافظة، إن كانت محافظة الموصل أو غيرها من المحافظات. هاي واحدة من أهداف المكاتب الاقتصادية والتعليمات الحرس الثوري لهاي المكاتب الاقتصادية وتعليمات زعماء الميليشيات، يتعاملون وياهم شيوخ عشائر، محافظين، موظفين آخرين، مزارعين يتعاملون وياهم، وكل الخطة هو كيف السيطرة على هاي المحافظة. يعني احنا ما نتكلم عن الموضوع الأمني، الموضوع الأمني موضوع آخر، يعني هذا موضوع للمسلحين، أما المكاتب الاقتصادية كذلك هي مسلحة، لكن بهاي الطريقة اللي احنا نشوفها تجويع أهل المدينة وإجبارهم على ترك مدارسهم وإجبارهم على حتى على الأطفال القاصر، الطفل القاصر اللي هو الغير بالغ، يجبروه على أن يعني يحاول أن يحصل لقمة خبز الأهل أو الناس، وحتى تأخير حقوق المظلومين واللي استشهدوا بالموصل على إيد الحشد الولائي لهم حقوق، حتى هاي الحقوق
من المركز مقصود انها تتاخر، من المركز، من مؤسسه الشهداء، من مؤسسه السجناء، عندهم تعليمات ان تتاخر هاي الفايلات اللي تجي من الموصل. ليش؟ لان حتى تبقى السيطره على محافظه نينوى. نعم. طيب سيد عبد الرزاق، يعني هناك في الحقيقة ما يمكن تسميته بصناعة الأزمات في الموصل وفي غيرها من المحافظات، وهذه الأزمات التي يعيشها المواطن العراقي تجعله في واقع سيء للغاية من كل النواحي وفي مختلف القطاعات. هل باعتقادك يعني يمكن أن يتغير هذا الوضع للأفضل مستقبلاً؟ يعني احنا الحقيقة امام وضع اقليمي، ننظر للوضع الاقليمي، يعني ايران اليوم تعيش حالة انتفاضة ضد الملالي، والامل كبير انه حكومة الملالي تسقط، واذا سقطت حكومة الملالي باذن الله حكومة الملالي اللي يقودها الحشد الولائي بالعراق تكون تسقط بسهولة، وهذا الامل الكبير الحقيقة. وأمننا على شعبنا العراقي بعد ما ضاق كل هاي الويلات من هذا الحشد الولائي اللي بدأ يسيطر بأكثر من مكان. اليوم يسيطر على الحدود السعودية بصحراء السماوة والمناطق اللي اليوم أكثر من 2 مليون دونم عند عبد العزيز المحمداوي، وجاي يشتغل بها صار تقريبا سنتين، وهسه يعني جاي يستثمر بها كثير. قصدي حتى لا أروح بذاك الملف، يعني نينوى يعني أمنا بأهلها. نعم تحملوا كل الأذية، تحملوا ظلم داعش، تحملوا الاحتلال، الحشد الولائي، المكاتب الاقتصادية، إجرام العصائب، الكتائب، بدر، هذا كله تحملوه أهل الموصل. لكن ما أعتقد أهل الموصل يبقون يعني ساكتين ويتركون هاي الميليشيات الولائية يعني تلعب بمستقبل أبنائهم. الحقيقة أبناء يعني نينوى الحقيقة مستقبلهم صعب جدا إذا ما يتحرك أهلنا وشيوخ العشائر الكريمة، إذا ما تحركت. وإذا ما يتحرك يعني خلي يعرف نجم الجبوري ما يقدر يخدع العراقيين ولا يقدر يخدع أهل نينوى بشارع أو شارعين. لا، طالما أكو حشد ولائي، طالما منظمة بدر أو العصائب أو الكتائب موجودة في نينوى، في أطراف نينوى، في قرى نينوى، في أي مكان من مدينة نينوى، يعني المدينة محتلة والعمل عليها لإذلالها وتجويحها. فلا يفتخر نجم العبد الله، نجم عبد الله الجبوري، خلي يعرف انه العراقيين الا بالمرصاد. ويعني حتى وضع الاطار الفارسي مو صاحب طويله، ينتهي كل واحد يعمل مع هذا الاطار الفارسي المجوسي. نعم سيد. اشكرك جزيلا سيد عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات، شكرا لك.